الموسم الثاني من مسلسل سي بيبدأ من نقطة انتهاء الموسم الأول، وتقدروا تشوفوا ملخص الموسم الأول في الآية اللي هتظهر فوق دلوقتي. وبنكمل مع بابا فوس وكفون، وبنشوفهم هما بيقتلوا عساكر من رجالة إيدو فوس قبلهم في سكتهم، وكفون كان لسه عظمه طري في القتال، فبابا فوس بيعلمه إنه يقتل بكل شراسة علشان يبقى الضحية أكيد اتقتل، وهما أصلا قتلوا الرجالة دول علشان ياخدوا منهم الأسلحة والدروع. وبنروح لهوني وبنشوفها محبوسة ومربوطة بسلاسل عند الجنرال، وبنتعرف سريعا على الجنرال إيدو فوس، وبنرجع لبابا فوس وبيقرر إنه هيقتحم قبيلة الترافانت بتاعت ايدو فوس وهيحرر هونيوا لوحده، بس كوفون كان عاوز يجي معاه بس بابا فوس رفض واصر يخش لوحده، وبيقول له انت لازم تفضل هنا علشان انا خايف عليك، وبيقول لهم استنوا عليا 7 ايام ولو ما رجعتش ده معناه ان انا وهونيوا متنا، فلازم عليكم بعدها تمشوا بعيد وما تجوش هنا تاني. وايدو فوس بيعرف باللي حصل لرجالته وبيشوفهم مقتولين، وبيشك ان اخوه بابا فوس هو اللي قتلهم. وفي واحده اسمها هيرين كانت هي اللي بتحرس هونيوا، وهونيوا بتسالها انا موجوده هنا ليه؟ فقالت لها معرفش، انا كل المطلوب مني اني اقف حراسه عليكي. وهونيوا بتقول لها انا سمعت ان اسم الجنرال ايدو فوس وابويا اسمه بابا فوس، فبتتفاجئ هيرين علشان فهمت انهم اخوات، وبتقول لها انا سمعت عن بابا فوس قصص كتير من وانا صغيره، وايدو فوس بقاله 25 سنه بيدور عليه علشان ينتقم منه لان بابا فوس قتل ابوهم. فبتقول لها هوني ولا انا مش مصدقه القصه دي، مستحيل بابا فوس يعمل كده، وبتفهم ان ايدو فوس بيستغل وجودها هنا علشان بابا فوس يجي بنفسه يدور عليها. وهيرين بتقول لها ابوكي ممكن يخش المدينه لكن صعب يطلع منها عايش. فبتقول لها هوني وانت ما تعرفيش ابويا، ده كل الرجاله بتخاف منه وبتخشى انها تخش معاه في مواجهه. وبنعرف ان هيرين دي اصلا بتعرف تشوف زيها زي هونيوا. وبنشوف بابا فوس بعد ما اتسلل وعرف يخش وسط القبيله لانه كان فرد منها زمان ولسه فاكرها كويس. وبنشوف ان المدينه دي متطوره شويه عن باقي القبائل اللي شفناها، والحياه فيها متطوره حبتين. وبيروح بابا فوس للحداد، والحداد بيفتكر صوته وبيرحب بيه لانه كانوا اصحاب زمان. وهيرين بتسال هونيوا ازاي عرفت ان انا بعرف اشوف مع اني مغطيه عينيا، قالت لها هونيوا انا قعدت طول حياتي بحاول اخفي حقيقه اني بعرف اشوف، وعشت وسط ناس عمي كتير وبقدر افرق دول من دول، بس شكل جيرا مارين مش ابوكي. قالت لها هيرين اه هو مش ابويا، وابويا وامي الحقيقيين مش بيعرفوا يشوفوا، وعلى حد علمي مفيش غيري هنا في المدينه بيعرف يشوف. فبتقول لها هوني وانت اكيد عايشه وحيده وخايفه طول الوقت لحسن حد يعرف ويقتلوكي. فقالت لها هيرين لا محدش هنا بيؤمن بالسحر، بس هما ممكن يقتلوني لان المسؤولين هنا عمليين جدا وبتوع شغل، وعارفين ان البصر زمان دمر العالم ومش هيسمحوا ان البصر ينتشر ما بين الناس. فبتسالها هوني بحسن نيه لو ايدو فوس عرف انك بتشوفي ممكن يقتلك، فراحت رفعت عليها سكينه وقالت لها لو عرف فانا مش هتردد في قتلك، وكده كده محدش هيصدقك لانك واحده مسجونه. وبنروح لكين ومجرى بنشوفهم بعد ما وصلوا لمملكه جديده من ممالكهم واسمها بنسا، والناس كلها بتهيص لكين الملكه، وطبعا ما يعرفوش ان هي اللي دمرت مملكه كونزا كلها قبل كده في الموسم اللي فات، ومفكرين انها حادثه وكين نجت منها. وبيقابلوا الامير هارلين المسؤول على مدينه بنسا، واللي كانت مجرى معجبه بيه وهم صغيرين لانهم متربيين مع بعض. ومجرى بتامر ان كتيبه من الجيش يخرجوا ويدوروا على عيلتها، وكين بتعرفه ان بنسا هتبقى عاصمه مملكه باين الجديده. وهارلين طبعا بيوافق ومش بيقدر اعترض مع انه ما كانش موافق ان كين تحكم من عنده. وبيقابل اخوه كريجن وشاكين ان كين تسببت بشكل او باخر بغرق مملكه كونزوا. وبابا فوز بيقول للحداد انه جاي علشان يلاقي بنته، والحداد قال له اخوك ايدو فوز بقى جنرال بتاع المدينه وصعب جدا تقرب له، وجايز يكون خطف بنتك علشان تظهر ويحطك في السجن. وبيوصف له شكله ومكان السجن اللي ممكن هونيوا محبوسه فيه، وبيقول له خلي بالك لانه سجن شديد الحراسه. وبعدها هونيوا بتقدر تتحرر وبتحط السيف على رقبه هيرين، وبتقول لها انت هتاخديني وهتخرجيني بره اسوار المدينه، بس طبعا هيرين وبينزلوا ضرب في بعض. وهونيو بتقدر تتغلب عليها وكانت تقدر تقتلها بس رفضت. وبعدها صيادين الصحراء بيطلعوا على كوفون وباريس وبيطردوهم، وبيقولوا لهم كفايه جري احنا اتبلغنا ندور على اتنين اسمهم هونيو وكوفون. والقائد اللي اسمه تود بيعرف انه لقى كوفون وبيقول لهم بامر من الاميره مجرى لازم تيجوا معايا لمملكه بنسا. وكوفون طبعا بيستغرب لما سمع اسم امه وانها الاميره وبيقول له دي ماتت، فتود قال له لا دي عايشه هي واختها الملكه كين. وباريس لانها حكيمه بتعرف انه بيقول الحقيقه، بس ما كانوش عاوزين يمشوا وعاوزين يستنوا بابا فوس وهونيو، فباريس قرر انها تستناهم هنا لوحدها وكفون يروح مع الصيادين لمجرى. وبعدها كين بتطلع تشرح للناس مملكتها القديمه اتدمرت ازاي، وانها كانت مشيئه ربنا ان انا الوحيده اللي افضل عايشه، ولكن اللي هاجمنا وخلى كونز وتغرق كانت قبيله وجيش الترافانتين، والسبب في كده ان جواسيسهم بلغوهم اني حامل في طفل هيتولد بيشوف، وبتقول لهم كمان اني عرفت نبوءه بولاده اطفال كتير بيقدروا يشوفوا وهيبدا معاهم عالم جديد، ولازم نتوحد ونتصدى لجيش الترافانتين ونهزمهم سوا. والكلام ده مش بيعجب الامير هارلين وحاسس انه كذب، وهو طبعا كذب. وبعدها الحداد بيوصل بابا فوس لحجرة الفحم اللي بتوصل للسجن اللي فيها هونيوا، وبيتسلل بابا فوس لجوه بيخش نفق خطير جدا ودرجة الحرارة فيه عالية قوي ومليان بالفحم المولع. ومجرى بتقول لأختها ايه اللي انت قلتيه ده، وبتسألها انت حامل من بوتس، فقالت لها كين اكيد في فايدة هنتفع بيها من بوتس ده، فمجرى بتقول لها انت كده بتحطينا مع الترافانتين وممكن نخش في حرب معاهم، فقالت لها كين انا افتكرتك هتكوني مبسوطة علشان عيالك مش هيبقوا صحرا تاني، فقالت لها مجرى انا بحكم معاكي ولازم تستشيريني واللي عملتيه ده ممكن يقوم علينا ثورة، فقالت لها كين مفيش ملكة هنا غيري
تفكيري وكلامي هو اللي هيمشي، واحسن لك تتعلمي مني حاجه بدل الرغي بتاعك ده. وبعد معاناه من بابا فوز بيقدر يخرج من النفق، ولكن بيطلع ان الحد اتخانق وبيلاقي رجاله مستنياه وعاوزين يسلموه للجنرال، بس بابا فوز في ثانيه بيقوم عليهم وبينفضهم كلهم وبيخلص عليهم، وبيروح على الحداد وبيقتله فبيسمعوا الحراس، وبابا فوز بيضربهم هم كمان وبيطلع يجري وبيقتل اي حد بيقابله في طريقه. وفي عيل بيعرف يشوف عمال بيوجه الحراس على مكان بابا فوز، فبابا فوز راح له وحط السكين على رقبته وقال له اسكت وسابه ومشي، ومش فاهم سابه ومشي ليه وما عملوش حاجه، ما هو العيل وجه الحراس عليه برضه، والحراس قدرت تتمكن من بابا فوز وسيطروا على الطور الهايج ده وبيربطوه لحد ما بيجي له ايده فوس، وبيقول له مش معقول بابا فوس الجبار اتكلبش زي العبد علشان ما يقدرش يقتل عيل صغير. وبابا فوس بيطلب منه انه يحرر بنته انها ملهاش ذنب، فقال له ايده فوس انا اول مره اسمع من صوتك نبره عطف، وفاكر لما انا طلبت منك ما تعملش حاجه انت عملت ايه؟ فقال له بابا فوس انا اسف انا قعدت طول حياتي ندمان على قتل ابونا. فقال له اخرس مش كفايه الندم، انت لازم تتعذب على فعلك، وبيسيبه وبيمشي وبيتم جلد بابا فوس وتعذيبه. وبعدها بنروح لجيرا ماريل بعد ما عينه اتفعت وكان جايب واحد وبيحاول يعمل له عمليه، لكن العمليه فشلت وما بقاش في امل انه يشوف. وبعدها هيرن بتحرر هونيوا وبتاخدها لبيتها اللي باين انه بيت من العالم القديم، وبابا فوس لسه بيتم تعذيبه وبيسال اخوه فين هونيوا وعملت فيها ايه. فقال له ايده هونيوا دلوقتي بتحس بالخوف زي ما انا حسيته وانا صغير لما قتلت ابونا. وبنعرف ان بابا فوس بعد ما عمل عملته السودا دي ما سالش في اخوه ومشي وسابه لوحده. وبابا فوس بيحاول يتاسف له علشان يطلق سراح هونيوا، بس ايده فوس رفض وقال له انا هعذبك كل يوم. وكيم بتبقى عاوزه تجهز مجلس حربي عشان تدرس الحرب على الطرفانتين، وماجرا بتحاول تقنعها انها تتجنب الحرب دلوقتي ونحاول نستقر في مملكتنا الجديده، وفي نفس الوقت ندرب جيشنا ونبقى مستعدين للحرب مع الطرفانتين، وحتى على فكره المستشارين عاوزين يتجنبوا الحرب. فقامت كين زعقت وطردت كل الناس اللي كانوا موجودين، وبتقول لماجرا انا حاسه ان كل المستشارين والقاده اللي هنا بيشكوا فيا واني مش الاحق بالسلطه وشكلهم كده عاوزين يخلصوا مننا، وفوق كل ده اختي بتناقضني وبتعترض على قراراتي. فقالت لها ماجرا ان الحرب انتحار وكده هتموتي ناس كتيره بسبب الكذبه اللي جبتيها، وجيش الطرفانتين قوي جدا وهيساوينا بالارض. بس كين تقريبا ما بتفكرش وبتقول لها ما دام انا حامل في طفل بيشوف يبقى انا مصيري ان انتصر في المعركه دي، وابني هيقود العالم بعديه ونصبح احنا المملكه الوحيده على الارض. وماجرا بتحط ايديها على وشها وبتقول لها انت مصدقه اللي انت بتقوليه، وبتحاول تترجاها عشان ترجع في قرارها، بس كين مش بتديها اهتمام لانها مش ناسيه انها اتفقت مع تمكت جون علشان يقتلوها، والامير هارلين كان واقف بيتصنت وسامحهم. قبل ما نكمل انا بطلب منكم تدوسوا لايك وتساعدونا نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك عشان ده بيساعدني اكمل، وتعملوا سبسكرايب لو ما كنتوش عاملين، ويلا نكمل. وايدو فوس بيعرف من رجالته بالخطاب بتاع كين وانها قالت ان الترافانتين هاجموها، واللي شاغل بال ايدو فوس انها قالت انها حامل في عيل بيشوف، وبيقول ان البصر هيعود للعالم كده كده، وعنده نظريه ان البلد اللي هتبدا من عندها خلفه العيال اللي بتشوف هتقدر انها تحكم العالم، لكن المستشارين بتوعه بيستبعدوا النظريه دي وشايفين ان البصر لو رجع هيدمر العالم تاني، وشايفين كمان انهم يصبوا تركيزهم اكتر على جيش تاني خالص بيحاول يهاجمهم اسمه جيش جاندت. وايدو فوس مش بيعترض على قرارهم وبيوافق. وبعدها رجالته بيرموا بابا فوس في الحجز، وبنتفاجئ ان تمكتي جون عايش وموجود هو كمان في الحجز اللي جنبه، وبابا فوس كان طبعا مفكره قتل مجرى وكان نفسه ياخد حقه منه، بس تمكتي جون بيفهمه انه ما قتلهاش لانها اميره وبنت الملك السابق. وبابا فوس بيتصدم من الكلام ده لانه ما كانش يعرف ان مجرى بنت ملك سابق ومن عيله ملكيه. وبعدها هاردن بيقابل كين وبيعرض عليها الجواز، وفي المقابل هيديها جيش مدينته بالكامل وهيخليه تحت طوعها، بس هي بتقول له انا اصلا الملكه وكده كده جيشك هيبقى تحت طوعي. فقال لها انت بتعلين الحرب على اقوى الجيش وهتحتاج الولاء الحقيقي من كل اتباعي، لانهم مش شرط يكنوا ليك الولاء لما عرفوا انك حامل في عيل بيشوف. بس كين برضه بترفض وبتقول له انت ممكن تتجوز اختي، فبيسالها هي مش مجرى متجوزه فعلا؟ فقالت له لا بابا فوس مات. فبيسالها يعني انت هتتكلمي معاها في الموضوع ده؟ قالت له اه. وبعدها هيرن بترجع هونيوا تاني للمدينه، والعلاقه ما بينهم اتحسنت وبقوا بيحبوا بعض علشان هما الاثنين بيعرفوا يشوفوا الحقيقه. في سبب تاني بس مش هينفع اقوله. وهونيوا بتشوف العيل الصغير اللي شفناه قبل كده وبتعرف انه بيشوف، فهيرن بتقول لها الواد ده ابن جراماريل، وفي اتفاق ما بينه وما بين ايدو فوس انه يسلم له عيل بتشوف. فبتتضايق هونيوا لانها كده عرفت ان جراماريل استغنى عنها لاجل مصالح ايدو فوس وفي خطر عليها، فهيرن بتقول لها انا مش هسمح يكون في خطر عليكي وهعمل ما في وسعي علشان احميكي، وهونيوا بتقول لها انها واثقه فيها. وايدو فوس بيخش عليهم وبيامر هيرن انها تجيب هونيوا للشارع حالا، وهيرن بتضطر تنفذ اوامره وبتنزلها. وهونيوا بتشوف بابا فوس محبوس في قفص ومتصاب اصابات بالغه، وايدو فوس بيقول له انا بس سبتك تسمع صوت بنتك قبل ما ابعتها تخدم المدينه. وبعدها بياخدوا بابا فوس بعيد وهونيوا بتعيط عليه، وهيرن كانت بتحاول مع ايدو فوس انه يسيب هونيوا كسجينه عندها، بس ايدو بيقول لها لا دلوقتي دورها كسجينه انتهى، وبيامر رجالته انهم ياخدوا هونيوا عنده في البيت. وبعدها كين بتكلم مجرى وبتحاول تقنعها انها تتجوز هارلين، وبتقول لها الجوازه دي ليها توابع استراتيجيه هتفيد المملكه، ومجرى بتشتمها عشان هي كده كانها بتبيعها. وكين بتقول لها لما اتكلمتش في انك تدوري على عيالك، واحنا دلوقتي في خطر وهارلين شكله حاسس ان غرق كنزه وكان بسببي وجينا خدنا منه بنتسا فلازم نعوضه بجوازه ليكي لعشان يتمرد علينا. فمجرى قالت لها ما تتجوزي انت، فكين قالت لها اتجوزي واخليه الملك وعيلته يرثوا العرش بعديه.
اكيد طبعا مش هينفع. بس وهما بيتمشوا كان في ناس من الشعب بيشتموا الملكه وشايفينها ساحره وعاوزين يحرقوها، فبتخاف كين وبتؤمر رجالتها انهم يقتلوا الناس دول، وبتقول لمجرى زي ما انت شايفه احنا في خطر حقيقي. وبعدها هيرين كانت خايفه جدا على هونيوا من ايده فوس، فراحت قتلت الجنود اللي بيحرسوا بابا فوس وحررته من السجن وقالت له يلا عشان ننقذ هونيوا. فتماكتي جون بيقول لبابا فوس لو هتخرج للقتال فهتعوزني معاك، ده غير اني هساعدك علشان نلاقي مجرى. فبابا فوس بيوافق وهيرين بتحرره، واول ما طلع بابا فوس قام هاجمه وقال له احنا اتحادنا هيبقى مؤقت وده مش هيغير كرهي ليك. وبعدها بيروحوا هما الثلاثه يخلصوا على رجاله ايدو فوس، وبابا فوس وهيرين بيطلعوا البيت ايدو فوس وبيتفرقوا هما الاثنين علشان يدوروا عليها. وفي نفس الوقت كان في واحد من رجاله ايدو فوس عاوز يغتصب هونيا بالعافيه بامر من ايدو فوس، بس هيرين بتقدر توصل لها وبتقتله وبتحررها، وبابا فوس بيطلع له اخوه ايدو فوس وبيضربه من ورا. وبابا فوس كان خلصان اصلا من كتر التعذيب ومش قادر يواجهه، وبيحط على رقبته خنجر. وبابا فوس بيقول له انا فعلا اسف على اللي عملته، ولو قتلتني فيا ريت موتي يشفي غليلك وتسيب هونيا في حالها. فايدو فوس قال له مهما حصل هونيا هتفضل محبوس عندي وهستخدمها للتناسل علشان تخلف عيال مبصرين للجيش بتاعي، وهفضل استخدمها لحد لما متبقاش قادرة تخلف، وبعدها هقتلها وهرمي جثتها في نفس الحفرة اللي هرميها فيك. وبتوصل هونيا ساعتها وبتضرب عليه أسهم لحد ما بتوقعه على الأرض، وبابا فوس بيحضنها وبياخد منها السيف وبيقول لأخوه لو قربت تاني من عيالي هسوي المدينة بتاعتك دي بالأرض وهسيبك عايش وأنا بعذب فيك. وبعدها بيسيبوه وبيمشوا، وايدو فوس بيدوس على جرس الانذار للطوارئ وجيشه بيبدا يجهز. وهونيوا لما نزلت وشافت تماكتي جون كانت هتقتله، بس بابا فوس بيوقفها وبيقول لها اشرح لي كل حاجه بعدين، وبيخلصوا على اي حد بيقابلوه في سكتهم. وهونيوا قالت لهيرين تعالي معانا، بس هي رفضت وبتديها هديه وبتقول لها اكيد هشوفك تاني. وبينطلقوا بره اسوار المدينه، وهيرين بتنزل اتوبيس بيسد البوابه علشان جيش الترافانتين ما يوصلش ليهم. وبعدها بوتس بيخش على كينو ولقاها قتلت المساعده بتاعتها علشان قالت لها انها فقدت الجنين. فبوتس قال لها مش مشكله ممكن اخليكي تحملي تاني، وقامت كين مغفلاه وقتلته هو كمان. وبابا فوس راح للمكان اللي ساب فيه كوفون وبارس وطبعا ما لقاهمش. وتماكتي جون عارف ان كان في صيادين صحراء في المكان ده، وبيفسروا ان ممكن مجرى هي اللي بعتتهم علشان يدوروا على عيلتها، واللي بياكد ده ان كوفون كان سايب لهم اشاره انهم خدوه البنسه. وبعدها هارلين بيروح لكين وبيقول لها في واحد هيجي دلوقتي اسمه زيت شين ومش عايزك تعملي صوت ويحس انك موجوده. وبيخش زيت شين وبيعرف نفسه لهارلين وانه كان حارس من حراس قصر مملكه كونزوا لفتره طويله لحد ما اتدمرت. فهارلين بيساله يعني انت شفت الترافانتين هما بيهجموا على كونزوا؟ فقال له زيت شين لا هو الترافانتين ما هجموش علينا، ومش عارف الصراحه ازاي البلد اتدمرت، بس الاكيد ان الترافانتين ما هجموش علينا. وهارلين الشك عنده شبه بيتاكد في كين، وبيكمل زيت شين كلامه بيقول انا عارف كويس كل حاجه بتحصل في المملكه ومين يقدر يخش القصر الملكي ومين لا، واعتقد ان مفيش حد يقدر انه يطلق الميه على كونزوا غير الملكه نفسها. وهارلين قتله بعدها على طول لما قال مفيش غير الملكة اللي تعمل كده، وقال لكين ان الناس لو عرفت باللي اتقال ده هيشكوا في انك حامل بعيل بيشوفه في كل حاجة، وانا هعمل اي حاجة عشان ادافع عن الملكة واخت مراتي. وكين عجبتها الكلمتين دول وقالت له تأكد اني هخليك تتجوز مجرى. وبتجيلها رسالة من جيش بنسا انهم لقوا كوفون في طريقهم لهنا، وراحت قالت لمجرى. ومجرى بتفرح بس بتتفاجئ ان كوفون بس اللي كان لوحده من غير باقي عيلتها، وبتقول لها مستحيل بابا فوس يسيبه لوحده. فقالت لها كين ما هو كده وارد يكون بابا فوس مات، وبتقول لها بس دلوقتي هتقابلنا مشكلة ان الشعب يتقبل ان يكون في واحد بيشوف وسطهم. فقالت لها مجرى ما بوتس ابو ابنك موجود عادي. فكين بتسكت ومش بترد وبتفهم مجرى ان الجنين مات، وبتقول لها كين ما ينفعش نقول ان ابني اللي بيشوف مات، ولازم نتحد مع هارلين علشان نضمن سلامة نفسنا بدل ما الشعب يثور علينا، خصوصا ان طلع في ناس عاشت من كونزوا، والحاجه الوحيده اللي هتخليه يقف جنبنا هو انتي. ومجرى بعد تفكير بتوافق تتجوز هارلين. وبعدها بابا فوس واللي معاه وهم في طريقهم لمجرى بيطلع عليهم شويه قطاعين طرق وبيهاجموهم، ولان عددهم كبير وبابا فوس وتماكتي جون منهكين من الحبس ما قدروش يتصدوا ليهم، ولكن بيظهر فجاه مجموعه من الناس وبيساعدوهم وبيقتلوا قطاعين الطرق بكل مهاره. وهوني واقفه ومتفاجئه من اسلوبهم ومش عارفه هم مين، وبيطلع اللي معاهم باريس وبتسلم عليهم وبتقول لهم هشرح لكم كل حاجه بس انتوا ارتاحوا وهعرفكم مين اللي عاركوا معاكم دول. والفريق بتاع باريس كانوا نفسهم يقتلوا تماكتي جون علشان هو صياد للصحراء، بس بابا فوس منحهم وجزء منهم بيسيبوهم وبيمشوا بامر من باريس. وبتحكي لهم باريس ان من 200 سنه في عدد صغير من الاطفال اتولدوا بيشوفوا، وامهاتهم حاولوا يخبوهم عن صيادين الصحراء بس الصيادين لقوهم وقتلوهم، والامهات دي عملوا فريق محاربين سري اسمه البوصله، والفريق ده فضل يتوارث لعيالهم وكان واجبهم دايما انهم يحموا الناس اللي بتشوف. وفريق البوصله ده كان اول شخص مبصر يقابلوه كانت هونيوا، وباريس بتطلع انها زمان كانت واحده من الفريق ده، وعلشان كده اهم حاجه عندها انها تحمي هونيوا وكوفون. وبعدها هارلين بيقابل مجرى وبيتفقوا انهم هيتجوزوا كاسم قدام الناس بس، وهارلين بيقول لها انا وافقت اتجوزك علشان قدام هقف معاكي وهخليكي انت الملكه. ومجرى بتوافق وبتقول له لما جوزي وعيلي يجوا لازم تحميهم. وبعدها هونيوا
ايوه بتسأل بابا بوس انت ليه ما قتلتش اخوك وانت كنت قادر تقتله؟ فقال لها اقتل اخويا يبقى انا كأني قتلت نفسي، واه انا قتلت ابويا بس هو كان امرني ان انا اقتل ايدو فوس، فكان لازم اختار وقتلته هو بدل اخويا. فقالت له هانيا طب ليه اخوك بيكرهك كده وانت دافعت عنه؟ قال لها ساعات العلاقات العائليه بتبقى معقده. قالت له هانيا فعلا انا لسه مكتشفه ان امي تبقى الاميره. وبيكمل لها بابا فوس الحكايه وبيقول لها ان امي ماتت وهي بتولد ايدو، فعلشان كده ابويا كرهه. وايدو فوس ساعتها بيستدعي هيرن وبيقول لها هانيا ضربتني بثلاث اسهم، ودي مهاره فذه جدا، ده غير انها اتربت تحت ايد بابا فوس، فالبت دي تركيبه خطيره. وبيقول لها انا عرفت ان في قطاع طرق قتلوا عليهم بس كلهم اتقتلوا، وبابا فوس كان مرهق جدا فاكيد هانيا وهي اللي خلصت عليهم لوحدها. وايدو فوس كان لسه مش عارف مين اللي ساعدهم على الهرب، وبيروح يقابل جيرماريل، وجيرماريل كان متوتر لانه مش عاوز يعرفه انه فقد عينه. وايدو فوس بيقول له في حد دخل عندنا وحرر بابا فوس وهانيا، واللي عمل كده اكيد مش حد سهل واكيد بيشوف. فجيرماريل بيقول له انا حاسك بتتهمني، ليه ممكن احرر بابا فوس اصلا؟ فايدو فوس بيساله فين كوفون؟ فجيرماريل قال له بسببك بابا فوس جه هنا وقتل الحراس وخد كوفون بالاكراه. فايدو فوس بيستغرب ازاي يعني بابا فوس كان هنا وسابك عايش بعد ما سلمتني بنته؟ فاولمان ابنه رد مكانه وقال له بابا فوس ما كانش هيقدر يعمل حاجه علشان كنا اكتر منه. فايدو فوس بيتعصب وبيقول له انت مين قالك ترد مكان ابوك؟ وليه ابوك واقف ما بيتحركش في مكانه على غير عادته وهو بيحب يتباهى ببصره؟ وقام ماسكه من رقبته وحسس بايده على عينه وقال له انا كده فهمت، بابا فوس في اعلى كيانك. وجيرماريل قال له دي اصابه مؤقته وهرجع تاني، بس ايدو فوس قال له لا انت ما بقاش ليك لازمه، وقام قتله. وبيقول لاولمان ابن جيرماريل البيت ده بقى بتاعي دلوقتي. وبيخش واحد عالم من رجاله ايدو فوس اسمه تورمادا، وبيقول ايدو فوس لاولمان انت بتشتغل دلوقتي عند تورمادا، وسابه ومشي. وبعدها وصل اخيرا كوفون وطد البنسا، ولقوا ان البلد كلها فاضيه ومش عارفين ليه. فراح طد سال حد من الجنود ورجع قال له ان كل اهل المدينه بيحضروا نفسهم لفرح هارلين وماجرا النهارده. فكوفون بيتصدم ان امه هتتجوز وبيجري عليها وبيحضنها وهي بتبقى مبسوطة جدا انها شافته. وبيسألها كوفون انت هتتجوزي فعلا؟ فقالت له انا هفهمك كل حاجة. وكوفون بيتعصب وعاوز يفهم ايه اللي بيحصل دلوقتي، فقالت له كل حاجة هتفهمها في الوقت المناسب، وانا بعمل كده علشان احميك انت واختك. ولما بتسأله فين اختك قال لها انها محبوسة عند ترافانتين. وفي نفس الوقت كان بابا فوس تعبان ومرهق جدا من التعذيب اللي حصله عند ترافانتين، وكان بقاله كام يوم ما اكلش. وبارس قالت له انت محتاج دكتور حالا والا هتموت ومش هينفع نستنى لما توصل بنسا. وبيقرروا انهم يخشوا قرية فالير القريبة منهم ويرتاحوا وبابا فوس يتعالج. وبيتم عمل مراسم زواج ماجرا من هارلين، وكوفون واقف ومش عاجبه اللي بيحصل. وكين قابلته لوحدهم وقعدت تلين معاه وبتعتذر له انها بعتت صيادين صحراء وراه كل ده وما كانتش تعرف انه من نسل ماجرا، وبتقول له من هنا ورايح محدش هيقرب منكو. وكمان الخبيثه بتبوسه طبعا علشان هي عايزه تجيبه سكه وتخلف منه، وهو بلع الطعم وافتكرها حنين عليه. وبعدها بابا فوس واللي معاه لما بيخشوا قريه فالير بيلاقوا بو لسه معاهم، وطبعا زي ما احنا شفنا في الموسم اللي فات بو راحت القبيله دي عشان تتعالج، وبتستقبلهم بو وبترحب بيهم وبتاخد بابا فوس وبتعالجه وبتهتم بيه. وبعدها ماجرا وهارلين بيروحوا لاخو هارلين كريجن وبيطلبوا منه ان يروح يهرب هوني ومن حبسها عند ترافانتين، لان اصلا كريجن ماهر في موضوع التهريب ده وياما هرب حاجات من هناك. وكريجن بيوافق وبيقول لهم اعتبروها هديه جوازكم مني. وكان بابا فوس واللي معاه مشوا من قبيله فالير وقربوا جدا من بنسا. وهارلين بيجيله اخبار ان في وفد من الترافانتين عاوزين يقابلوهم ويعملوا معاهم معاهده سلام، وكين ما كانتش موافقه على معاهده السلام دي، وماجرا بتحاول تقنعها ان ده افضل خيار ونتجنب الحرب، ودي اول مره في التاريخ الترافانتين يطلبوا السلام، وده معناه انهم شاكين انهم يكسبوا الحرب، ولو وافقت على المعاهده فجيش بنسا هيحبك. وكين وافقت وقررت تبعت ماجرا كوفد بالنيابه عنها، بس بتقول لها لازم في المعاهده دي يعتذروا ويدونا تعويضات عن دمار كونزوا. فماجرا بتقول لها مستحيل يوافقوا علشان هم ما عملوش كده اصلا. فقالت لها لا لازم يعتذروا وده طلبي الوحيد. وفعلا كان ايدو فوس طلب السلام بضغط من مستشارينه لان عندهم حرب مع قبيله تانية اسمها جاندت، بس في نفس الوقت كان بيعمل اسلحه جديده يسلح بيها الناس اللي هيحضروا المعاهده لحسن يطلع في فخ. وبيقرر ان هيرين هتحضر المعاهده بالنيابه عنه لانه بيثق فيها جدا وبيعتبرها زي بنته. وساعتها وصل اخيرا بابا فوس واللي معاه البنسا، وتماكي جون بدا يجمع رجالته من الصيادين اللي بيثق فيهم في صفه. وبيحذر بابا فوس من الملكه كين لما يقابلها علشان هي شخصيه خبيثه جدا ومش سهله خالص. وبارس وواحده من البوس اللي اسمها شارلوت بيستنوهم بره، وبيخش بابا فوس وهاني ويضربوا الحراس اللي بيقابلوهم علشان يخشوا، وماجرا بتسمع صوتهم وبتوقف الضرب، وبتحضن بابا فوس وهاني بعد ما العيله كلها اتجمعت من تاني. وبيخش عليهم هاردين وبيعرف نفسه انه جوز ماجرا، وماجرا بتقول لبابا فوس استنى نطلع فوق افهمك كل حاجه. وبابا فوس اتعصب من هارلين وكان عاوز يقطع لسانه، وكين بتيجي هي كمان وبترحب بيهم. وماجرا بتقول لبابا فوس بلغه الاشاره اهدى وهتفهم كل حاجه. وبيقعدوا كلهم ياكلوا، وكل ما هارلين بيتكلم بابا فوس بيقول له اخرس ومش عاوز اسمع صوتك. وكين طول القعده عماله بتفكر بابا فوس ان ماجرا وهارلين متجوزين، وبتخبط في الكلام معاهم كلهم ومش عاجبها حد. وبابا فوس اتعصب وهبد على الترابيزه من كلام
بيعلمها، وماجرا بتحاول تهديه وبتقول له انت جوزي الحقيقي. وكين بتعرفهم ان ماجرا هتروح تقابل وفد من الترافانتين علشان يعملوا معاهده سلام، وعيلتها لما بيعرفوا بالكلام ده بيقلقوا جدا عليها. وبابا فوز بيقول مستحيل الترافانتين يطلبوا السلام، وبيقول لهم الترافانتين مشغولين في حرب تانيه، والاحسن اننا نتجنبهم تماما لحد ما حربهم دي تخلص. وكين بتقول له انت شكلك ميال لكافه الترافانتين عندنا. فبابا فوز اتعصب من كلام الوليه المستفزه دي وقلب الاكل ومشي. وماجرا بتكلمه على انفراد وبتفهمه انها اتجوزت هارلين لاسباب سياسيه وعلشان يحمينا، فبيقول لها ما تنسيش كمان انك كدبتي عليا وما قلتليش انك اخت الملكه، وبيقول لها لو انت خايفه قوي كده وعاوزه اللي يحميكي ما تيجي نهرب كلنا من المكان ده. بس ماجرا بتقول له ان الموضوع مش سهل كده، وابويا قبل ما يموت كان عاوزني ابقى الملكه بدل كين عشان احمي اهل المملكه منها، وانا خذلت وهربت قبل كده ومش هينفع اعمل كده تاني، وقدام هقدر ابقى الملكه بعد ما الحرب مع الترافانتين تخلص، ولو هربنا هنبقى عايشين في خطر زي زمان من الملكه. وتماكتي جون بيقابل ماجرا وبتتفاجئ انه لسه عايش، وبيتناقشوا في خطه ازاي يشيلوا كين من الحكم وماجرا هي اللي تبقى الملكه. وبعدها رجاله هارلين بيلاقوا الحصان بتاع اخو كريجن رجع لوحده وكان شايل رساله وشوال، ولما فتح هارلين الشوال لقى دماغ اخوه مقطوعه، فبيخضب جدا وبيقعد يزعق. وكين بتخش تقعد مع كوفون وبتضحك عليه بكلمتين وانها فقدت الجنين، وكده الشعب هيكرهوها لانها قالت لهم انها حامل، وكده ممكن يفتكروها ما تستحقش العرش، وبتقعد تستعطفه وهو زي المغفل. وبعدها بيرس شافت رؤيا وكانت خايفه جدا، وجت هونيو وقالت لها مالك، فقالت لها انا شفت رؤيا وما ينفعش ابوك وامك يروحوا المعاهده علشان شفت خيانه هتحصل. فهونيو قالت لها دول راحوا فعلا، وقامت واخده بعدها وركبت حصان ورايحه لهم. وكان ماجرا وهارلين وبابا بوس وصلوا وبيقابلوا مندوبين الترافانتين، وهونيو وصلت بعدها وقالت لهم باللي شافته بارس. بس ماجرا قالت خلاص ما ينفعش نمشي ولازم نتجنب الحرب، ولما بيقعدوا على ترابيزه المفاوضات وفد الترافانتين بيقول ان الاحسن لينا اننا نتجنب الحرب، بس عايزين تفسير ليكين اعلنت الحرب علينا بدون سبب. فقالت لها ماجرا السبب ان الترافانتين احتلوا عده مدن على الحدود عندنا وبيخش المملكه بطرق غير شرعيه، فالترافانتين قالوا احنا احتلينا المدن اللي في ما بيننا عداء معاهم، ولو ده ضايقكم فهنقدر نوصل لحل يرضي الطرفين. فماجرا قالت تمام، بس احنا كمان عاوزين اعتذار عن اللي حصل في كونزوا. فقالوا الترافانتين اعتذار على ايه واحنا ما عملناش حاجه؟ ولو عملنا حاجه فاحنا مش هنخاف وهنعترف ان احنا اللي عملنا، زي مثلا اخو هارلين اللي كان بيتسلل لينا وفصلنا راسه عن جسمه، ولما هارلين سمع البقين دول اتعصب وقام ضرب الست اللي كانت بتتكلم وكان عاوز يقتلها، والجنود بيتدخلوا وبيشيلوا هارلين، وترابيزه المفاوضات بتتفض وترافانتين بيقوموا وهما متعصبين. وبعدها هارلين بيعتذر عن اللي عمله الماجرا وبابا فوس، وبيقول لهم انا ما قدرتش اتمالك اعصابي، بس الترافانتين لسه ما مشوش وقاعدين جنبنا، يعني هما لسه عاوزين السلام. وقال لهم انا اتكلمت مع السفير بتاعهم ووصلت مع الحل، وهنقعد دلوقتي معاه وهنوصل لاتفاق يرضي الطرفين بالسلام، والصبح هنقعد تاني على الترابيزه ونتظاهر اننا بنتفق تاني. وفعلا بيقابلوا السفير وماجرا بتقول له انا عارفه انكم ما هاجمتوش كونزوا، وقريب جدا كيد مش هتبقى هي الملكه وانا اللي هتولى الحكم، وهي بس مجنونه شويه وهنخلص منها، وبتطلب منه انهم يعتذروا، ولما هي تبقى الملكه هتنكر الاعتذار ده، والسفير بيوافق لانه فعلا عاوز يتجنب الحرب. وكين ساعتها استفردت بكفول لوحدها وشربته حاجه علشان يلعبوا عريس وعروسه، وهارلين بيقول لماجرا انت لازم تنامي معاه في الخيمه علشان قدام الترافانتين انت مراتي، وما ينفعش تنامي في الخيمه بتاعت بابا فوس علشان ما يشكوش في حاجه. وبابا فوس بدا يجيب اخره من هارلين، بس قال لماجرا انه عنده حق، وقال له صدقني لو لمستها مش عايز اقول لك هعمل فيك ايه. وبيقعدوا تاني يوم والترافانتين بيعتذروا بشكل رسمي وبيوافقوا بالسلام، والمقابله بتنتهي وكله بيخيم الليله دي في نفس المكان، وبعدها يرجعوا الصبح لقبيلتهم. بس بالليل والكل نايم بيتسلل الاتنين جنود وبيقتلوا الحراس، وساعتها بابا فوس سمعهم وصحي، والاتنين الجنود بيقتلوا كل افراد الترافانتين. ولما بابا فوس اتاكد ان في حاجه غلط زعق وقال في دخلاء وكله صحي، وبابا فوس قتل واحد منهم، بس التاني كان قدر يخلص على كل الترافانتين ما عدا هيرن لانها كانت مع هوني وبره المعسكر. وماجرا بتتفقد الجندي اللي بابا فوس قتله، وبيطلع انه عنده وشم مملكه باين، يعني هو جندي منهم، وده معناه ان كين هي اللي بعتاهم علشان يقتلوا الترافانتين، والترافانتين بقى يفتكروا ان في خيانه حصلت عليهم، وكانها ودت ماجرا للاتفاقيه علشان في الاخر يحصل حرب وما يحصلش اي سلام. وبعدها بيرجعوا ماجرا متغاظه جدا من اللي عملته اختها الواطيه دي، وهيرن رجعت لايده فوس وحكيت له على اللي حصل، وقال لها انا مش متفاجئ، انا كنت عارف ان كين عايزه الحرب، بس بيقول لها ازاي انت الوحيده اللي ما اتقتلتيش. فهيرن ما لقيتش مهرب من الاجابه فاعترفت انها بتعرف تشوف، وبتعمل كين اجتماع وبتقول بعد ما فشلت عمليه السلام ما بقاش قدامنا غير حل واحد وهو الحرب. وماجرا بتقاطعها وبتقول لها بس جيش صيادين الصحراء مش هيحاربوا معاكي. فكين قالت لها لا ده جيشي وهيسمعوا كلامي. فتماكت جون اتدخل وقال لا ده جيش انا وانا القائد بتاعهم، وبتتصدم كين انه طلع عايش، وبيقول تماكت جون ان كين هي اللي دمرت كونزوا. فكين بتقول ده كذاب وبتأمر انه يتقبض عليه، بس محدش بيسمع كلامها، وبيقول تماكتي جون خلاص محدش هيسمع كلام ملكة كذابة قتلت اهل مدينة كونزوا اللي هم اهل الجيش، وكله بيقف في صف تماكتي جون ومنهم هارلين. وماجرا بتقول هو بيقول الحقيقة وكفاية كده على كين، وبيقولوا ما دام في حرب لا محالة فمش هنمشي تحت قرارات ملكة زي دي، والملكة الشرعية هي ماجرا وهي اللي هتقودنا في الحرب. وبيقول تماكتي جون ان عقوبة اللي انت عملتيه في كونزوا هي الموت،
وبيخرج سيفه وكان لسه هيقتلها، بس بالاس وقفته وقالت ان كين تستاهل القتل، بس العيل اللي في بطنها ما يستاهلش الموت، لانها حاسه وعارفه ان في عيل في بطنها بس ما تعرفش من مين. وبتعترف كين ان ابو اللي في بطنها يبقى كوفون، فبتقرر ماجرا انها تترمي في الحجز لحد ما تولد، وبعدها ياخدوا منها ابنها وتموت. بس في نفس الوقت كان في كارثه بتحصل، وهو ان الترافانتين بداوا الحرب بسرعه بقياده ايدوفوس وهيرن، ودمروا احدى ممالك باين ويتفيل في وقت قياسي بفضل هيرن علشان بتعرف تشوف. وماجرا والكل مستغربين ازاي دمروا ويتفيل بسرعه كده، فقالت لهم هانيوا ان عندهم ناس بتشوف وده اللي مديهم الامتياز، وبتقترح ان هي وكوفون يتدخلوا في الحرب دي وده برضه هيدينا الافضليه. بس طبعا بابا فوس وماجرا رفضوا لانهم مش متدربين كويس، بس هارلي وباقي المجلس اصروا انهم يخشوا، والا كده مفيش امل اننا ننتصر، وماجرا مش بتلاقي حل غير انها توافق. بس برضه المشكله ان الترافانتين عددهم اكبر بكتير ومتدربين عنهم، وبتطلع تدي خطاب تشجيع للجيش بتاعها وبتحمسهم كلهم للحرب وللدفاع عن بلدهم، والجيش بيبدا يتحرك لساحه المعركه، وماجرا بتودع بابا فوس وعيالها، وبيوصلوا في مكان اسمه جرين هيل جاب، وبيبداوا يحطوا الفخاخ، وبيكون جيش الترافانتين كمان وصل الناحيه الثانيه وعددهم كبير جدا. وهانيو بتشوف هيرين واقفه معاهم، فبتروح تكلمها يمكن ده يجيب نتيجه والحرب تقف، وبابا فوس بيوافق يوديها لان مفيش حل تاني واحتماليه فوزهم ضعيفه. وبتجيلها هيرين وبتقول لها هانيو ان مش احنا اللي عملنا خيانه في مكان المفاوضات، دي كانت كين وهي خلاص دلوقتي محبوسه. وهيرين بتقول لها لا مصدقاكي، بس ايدوفوس خلاص ادى امر بالهجوم، وكان فعلا الرماه بداوا يضربوا اسهم مشتعل عليهم، والحرب رسميا بدات، وجيش بنسا بيحاولوا يرجعوا للبوابات قبل ما يموتوا من الاسهم، وبيتقدم جيش الترافانتين وبيحاولوا يكسروا البوابات. وبابا فوس بدأ يقلق وحاسس انهم هيتهزموا، بس مرة واحدة لقوا بارس دخل عليهم بعد ما جمع قبيلة فالير وفريق البوصلة وعدة قبائل تانية علشان يجوا يحاربوا معاهم. وبابا فوس بيديهم كلهم خطاب تشجيع بيخليهم في قمة حماسهم للقتال، وبيفتحوا بنفسهم البوابات وبيبدأوا يهاجموا الترافانتين من جميع الاتجاهات. بس الترافانتين كان معاهم العيل اللي بيشوف وبيقول للرماية يضربوا فين، وقام بابا فوس قطع حبل ماسك بونش كبير وقتل جنود كتير من على البوابة. فايدو فوس اتعصب وامر بالهجوم الكامل، والحرب بتبدأ تشتعل وكله بيقتل في التاني. وتماكت جون وبابا فوس بيسحبوا شوية جنود وراهم وبيفتحوا كياس مليانة بنزين عربيات، والجنود بيعدوا على البنزين، وبابا فوس بيولع نار وبيرميها على البنزين، والنار بتاكل في جنود الترافانتين، وايدو فوس بيلحق نفسه وهيرن قبل ما يموتوا، وبيتعصب جدا من اللي حصل ده وبيطلع غله عليهم. وبنخسر في المعركة دي تود مدرب كوفون واللي علمه القتال، وتماكت جون وبابا فوس عاملين احسن اداء وقتلوا جنود كتير. والضربة القاضية بتيجي لما بابا فوس بيشد صخرة عملاقة من على التل، وجنود باين بينسحبوا والصخرة بتاعه بيحصل تصدع على الارض والجليد كله بيتكسر، وجنود الترافانتين بيقعوا فيه ومش بيقدروا ينقذوا نفسهم، وهيرن كمان بتقع بس بتقدر بعدها تعيش. وايدو فوس عرف كده انه خسر المعركة، وبابا فوس بيطمن على هونيا وكوفون، وبيسمع صوت صفارة ايدو فوس فبيروح له، وبيتقابلوا هما الاتنين لوحدهم، وبابا فوس بيترجاه انه يمشي وما يتعاركوش تاني مع بعض، بس ايدو رفض وبدأت المواجهة الأخيرة ما بينهم. وبابا فوس كان أقوى فشخ وضرب، وايدو عرف يستجمع قوته ويسيطر على القتال، بس بابا مسكه وكتفه على الأرض وكان يقدر يقتله بس مرضاش وكان ماشي، بس جه ايدو من وراه وغزه بالسيف، بس بابا لحق نفسه وكانت غزة سطحية وخلص على ايدو فوس نهائيا وقتله. وزعل جدا بابا فوس عليه وقاله ما كانش لازم كل ده يحصل، وعرف ايدو بالحقيقة قبل ما يموت، إن أبوهم أمر بابا فوس يقتل ايدو بس بابا رفض وقتله هو. وبيرجعوا كلهم على بنسا بعد الانتصار، وماجرا بعدها بصفاتها الملكة بتقرر إن خلاص مفيش حاجة اسمها صحراء، فمفيش حاجة اسمها صيادين للصحراء، وبترقي تماكت جون للقائد الأعلى لجيش بايان، وكل الصيادين هيصبحوا جزء من الجيش الخاص بالمملكة، بس في بعض الجنود بيرفضوا القرار ده ولسه على مبدأهم إن في صحراء والصح إنهم يتقتلوا، فبينشقوا وبيمشوا على رأسهم واحد اسمه فيدريك. وبنروح لأولمين ابن جرامارال وبيتفق يسلم لتورمادا سلاح جديد كان محضره، والسلاح ده كان قنابل ومتفجرات، وباين دلوقتي بقت في استقرار تام وسلام. وبابا فوس بعدها اطمن على عيلته وخد بعضه ومشي من بنسا لوحده من غير ما يقول لحد. واخيرا كين كانت بتقول انها عندها ألم ولادة، فجابوا لها بارس علشان تشوف في ايه، بس كين بتسألها هم فعلا هيقتلوني بعد ما اولد وهياخدوا مني ابني؟ ولما بارس قالت لها اه، كين بتتضايق وقتلتها على طول. وبيقفل الموسم على كده، واستنونا في الموسم الثالث لما يخلص ان شاء الله. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واعملوا لي فولو على الانستجرام وصفحة الفيسبوك، واستنوا الحلقات اللي جاية، وباي باي.